29 عاما أمضاها بين ثنايا ودهاليز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يشفع لمحو خطاياه وذكريات الكثيرين من حوله. سنوات حملت الكثير والكثير بحلوها ومرها، مرت وبقيت الذكرى فقط. عيسى حياته ردح من الزمن، صارت الرياضة بشكل عام مترحلة، قرارات معروفة، مصالح معروفة، غايات معروفة، محسوبيات معروفة، انتشر من خلالها كل الفساد. تغيير لا بد منه، حتى تغيير أفكار. الأفكار بالنسبة لعيسى حياته تمت هي، ما تغير شيء. والدليل على آخر شيء، آخر تظاهرة إفريقية اللي هي بطولة إفريقيا اللي كانت في الجابون، أنتم شفتوا الملاعب كيف كانت. 34 votes for Mr. Ahmad and 20 for Mr. Isa Hayatou. الخليفة الإفريقية اسم مغمور، هو رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد، ظفر بكرسي لطالما كان عتياً على الكثيرين. إذا كنظن أنه كان الوقت مناسب لتغييره. ما كنعرفش هذا الشخص الجديد اللي جا اللي غيمسك الاتحاد الإفريقي، بس في نظري أي واحد حيمسك حيقوم بتغيير، لأن الأمور ما تغيرت لمدة سنين، وجب التغيير الحين، وكنظن أنها خطوة إيجابية بالنسبة للاتحاد الإفريقي. رياح التغيير التي هبت على الفيفا وعلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الأشهر الماضية هي الرياح ذاتها على ما يبدو التي غيرت مجريات اتحاد عريق عتيق يحتاج إلى التطوير والتغيير الذي بدأ بأحمد أحمد. 29 عاما من الذكريات الكروية الإفريقية بحلوها ومرها، غادرت مع عيسى حياته الذي ترجل عن كرسي لطالما ارتبط باسمه. سنوات طويلة بقدر ما حملت من ذكريات، بقدر ما تخللتها عثرات وأزمات وتحديات، ارتبطت بحياته أيضا، والتي واجهت كثيرا من اتحادات إفريقيا التي تأمل اليوم أن يقودها الملغاشي أحمد أحمد إلى ثورة تغيير كبيرة ومفاجئة كتلك التي قادته إلى رئاسة البيت الإفريقي المتصدع. نبيل معلول، اليوم على الحرة، دبي.